في هذه الحصة سنحاول استعمال خاصية توزيعية، دونك لدينا خاصية توزيعية الضرب على عملية الجمع وتوزيعية الضرب كذلك على عملية الطرح. دونك كافي بين قوسين أ بلس بي، دونك أ زائد بي اللي كتساوي كافي أ زائد كافي بي، وكافي بين قوسين أ ناقص بي اللي كتساوي كافي أ ناقص كافي بي. دونك هذه الخاصية سنقوم باستعمالها لحساب هذين التعبيرين، تعبير أ الذي هو عبارة عن جداء، وكذلك التعبير بي. دونك هنا سنقوم بتحويل العدد 12 لكي نكتبه على شكل مجموع A plus B. دونك هنا K سيلعب الدور 17 و A زائد B المجموع A زائد B هو الدور 12، ولهذا سنقوم بتفكيك هذا العدد 12 على شكل مجموع. دونك لاحظوا معي هنا كانت لدينا 17 في 12 وأصبحت لدينا 17 في بين قوسين 10 زائد 2. الآن سنقوم باستعمال هذه الخاصية توزيعية عملية الضرب على عملية الجمع، فنحصل على المجموع التالي. وكنا سأقوم بنشر العدد 17 على المجموع، فأحصل على 17 في 10 زائد 17 في 2، دونك هنا كافي أ زائد كافي بي. دونك نفس الشيء هنا 17 في 10 ثم 17 في 2. الآن قمنا بالتحول من تعبير عددي يحتوي على الأقواس إلى تعبير عددي لا يحتوي على الأقواس، يتكون بطبيعة الحال من عملية مختلطة. دونك أسبقية هنا لعملية الضرب. دونك سننجز العملية 17 في 10 تعطي 170، ثم 17 في 2 دونك بطبيعة الحال تعطي 34. دونك هنا سننجزهما معا، دونك 17 في 10 تعطي 170 و 17 في 2 تعطي 34. بطبيعة الحال يكفي حساب هذه العملية فنحصل على النتيجة النهائية التي تساوي هنا 204. بنفس الطريقة هنا سنقوم بحساب هذا التعبير. دونك هنا لدينا دونك سنقوم بتحويل هذا التعبير. دونك سأجعل هذه العملية 35 ضرب 99 تشبه هذه الكتابة كافي بين قوسين أ ناقص بي لكي نقوم بتطبيقها على هذا التعبير بي. دونك هنا سأقوم بتحويل العدد 99 لأكتبها على شكل، يمكن كتابتها على شكل مجموع لكن أفضل كتابتها على شكل فرق. دونك هنا سأجعل 99 مكانها، سأضع 100 ناقص 1 ثم أمسح 99 ثم أغلق القوس. دونك لاحظوا معي الآن، دونك كانت لدينا 35 في 99 وأصبحت لدينا 35 في 100 ناقص 1. الآن سنطبق الخاصية الثانية، دونك 35 سنضربها في 100 وبعد ذلك سنعود لضرب نفس العدد 35 في 1. دونك كافي بين قوسين أ ناقص بي تساوي كافي أ ناقص كافي بي. 35 في 100 ناقص 1 تساوي 35 في 100 ناقص 35 في 1. الآن انتقلنا من تعبير عددي يحتوي على أقواس إلى تعبير عددي لا يحتوي على أقواس، أسبقية لعملية الضرب بطبيعة الحال. دونك 35 في 100 تساوي 3500 و 35 في 1 تساوي 35. لإنجاز هذه العملية دونك يكفي الضغط على الرمز الطرح، دونك لنحصل على النتيجة النهائية 3465. دونك كان هذا التطبيق لخاصية توزيعية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى حصة مقبلة بحول الله.